هذه ولايه عين تيموشك هي معلومه مغيبه ان كارل ماركس هو معروف كانت له الفرصه باش يجي الحمام بوحشه باش يفوتي لزافير تاع الشراف وكل شيء هي معلومه للناس وجا بسكره باش يداوي لان الجو تاع الجزائر كان مناسب لان كانت معروف في المانيا وبعثوا انا بغيت نتكلم على ولايه عين تيموشك كان لي واحد المشروع هذا المشروع اننا امراض تاع لي كونسير اللي راه على مستوى ولايه عين تيموشك بما انني ممرض ممتاز واعمل لي شيف الارموند وكاين كما نقولوا مستشفى في الوهران بالعباس وتنزل لماذا ما نكونش هنا عاد نديروا مؤسسه بصح بطريقه نظن القانون موجود الا ما تخونيش الذاكره هل مجمد ام غير مجمد لا اعلم على ما تكونش نبنوا مؤسسه من طرف الشعب على طريقه تاع بناء المساجد تكون عندنا الرخصه تكون المسيره معنا مع مديريه الصحه يكون عندنا لو بلان وكي نكملوا هذا المشروع نقدموه لمديريه الصحه وتستفيد منه ساكنه عين تيموشك لان باغ اكزومبل لا رابيوثيرابي الامراض بزاف راهم يروحوا للمرضى تنساو ولا بالعباس ولا وهران وكاين اشكالات وبعض المرات هذا المهم النقطه الثانيه نتكلم على السياحه انا وجهه نظر انسان من ولايه عين تيموشك مازال ماشي مستغله لواحد الدرجه مليحه عندنا لاكو 89 علاش ما نستغلوهاش في صالح الشعب تاع ولايه عين تيموشك النقطه الثالثه باختصار شديد عندنا الجامعه والحمد لله نفتخر عندنا جامعه في ولايه 12000 طالب في جامعه عين تيموشك بودي باش الممثلين تاع التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى البرلمان وعلى مستوى الولائي لفتح بعض التخصصات اللي هي مليحه على المجتمع عين تيموشك باغ اكزومبل في علم النفس كاين اختصاصين عمل وتنظيم وكاين عيادي كاين بعض المرات الطلبه اللي يريدون اختصاصات اخرى وكاين بعض الاختصاصات اللي تتماشى مع ميدان ما تستحق ولايه عين تيموشك مثال الفلاحه ما تكونش كرياسيون تاع انجينير اون اغريكولتير ولايه عين تيموشك ولايه فلاحيه بامتياز باغ اكزومبل على ما يديروش لا سبيسياليتي يساعدهم باش يديروا لا سبيسياليتي تاع جيني ماريتيم لاكوت عندها 89 كيلومتر المهم كاين المشاكل بزاف باش ما نديش الوقت لخوتي وليكم سامحوني.